از ربنا پشمانت قسطای متالیا و سیرای مفرمانا سره و زدیای مریندار سعت و گاوه جواب نوای محتا دوم دنیای برای می مفقوده و هر بابی مجیوسا و خاله من و قر خاله من آخر جار وقت اومر برینش وی گندی اصنال باوان بوم از البا اوی دا عجبوم وقت برین از حاتم گوتن گو برینا بابی تا و برای تا وید بابی منه برای منی کچی بو از بوم داوتک بول با مبخانه سوری هر داوتک ایچ مامان بو هم چکنه حتان ها از ازو داکا خوشکورایت خو هم خلاص بینه او قشمام او دو قشمام میشه خلاص بینه بابی می و سوکر مامی می حتی هده سی داشت دینه و امتو تکی جی نزانه يعني درست الشريعة 15 يوم وتدربت وكتب مال شريعة وها يعني إيش قد كنت قبل مصمم على الجهاد هسه بعد أزيت فلا تحاولوا خلاص هو من نوع العناد بي يعني كان عنيد قلت أنا ماشي لأهلي قال ارمي بنتك عند أمي وروحي يم أهلك شلون؟ قال لي عادي شنو يعني أطلقك وأتزوج البنات كثيرة فعني انكسر قلبي بعد ما أقدر أمشي وأعرف كنا طالعين يعني ووقف السيارة أنا قلت له وين؟ قال لسه عندي شغلة يوم جماعتي أجي وراح طول تقريبا ساعة نص ساعة ورجع ومن رجع جابوا يا بنات اثنين قلت له منو هذولا؟ قال لي خليه يصعدون عود بالبيت أقول لك وأنا ما صبرت أصل على البيت قلت له بس قول لي منو هذولا بالسيارة قال لي هذولا يزيديات قمت احكي وصيح علي كاونت وقلت له ليش تجيبهم؟ قال لي انت ما عليك احنا هيك عندنا يعني يعني لازم نسوي هيك احنا يعني من نهجم على منطقه مو مسلمه ناخذ البنات النساء اللي عندهم كجاريات. أول مرة
يشتري البنات، يعني نيته يخليهم يسلمون، وإذا ما أسلموا وقال أخليهم كخدم لتشب البيت. وأنا بالبداية رفضت، ما قبلت. شوية صار شجار بيناتنا وقال امشي معي أنت تختاري. شلون ما شلون قال امشي معي وأنت تختاري. قلت أنا ما أعرف أختار. قال امشي معي. مشيت معاه. رحنا طبعا للبيت على الطيران. خدي بن دافك جيبو بني وطابقي دي زلوي طابقي بوم اهري بري وبن داف البنيبو او بن داف جي طرمبيل التيدا بون وقالك اسلحة وتشتي خواجي كربونا ويدري دا ومواد شدشتا كربونا وي بن داف دا لان جارة هرا بريك اوي ما بري درباسي قصريكن ام برن البن داف رش بر طيارة جمالنا بيني ام القبل كرنا بن داف وقتي الوي بن دافيد درجها وانت بسرت كاتي تتعطي وي طابقي وطابقي ددوي سريب ومحجر بهروسات بسرت كاتي درجة وغرفة زهب بون الوي قصري وقفت عني برا يما الحديقة اختار بنات اثنين قال هذول هم قلت له اوكي والله انطل فلوس وهاي وخذاهم وطلعوا جينا للبيت صادقتهم يعني ما عاديتهم ولا عاملتهم يعني معامل السبايا مثل صديقات أو خوات بالبيت وقعوا عندي حاول معهم يسلمون ما أسلموا ظلوا يمكن فترة 15 يوم أقل أكثر ما ظلوا حوالي الشهر يبتشون تدمر مستقبلهم حاليتهم النفسية كلش تعبانة يعني بعد ما يعرفون وين أهلهم ولا أهلهم يعرفون عنهم شيء حاولنا نهزم بس ما قدرنا حاولت نهزم البنت وساعدتهن بس ما قدرنا فشلنا كان لما يطلع أبو عايشة يساعدوني بأشغال البيت يساعدوني بأطفالي يساعدوني بكثير أشغال يساعدوني بيها كانوا لما يجي أبو عايشة يحدثهم عن الدين وعن الإسلام يضوجون ما يريد يسلمون والله قال إذا ما أسلمن أنت ما عندك أطفال كثير ما تحتاجين خدم وهن ما يقبلين أسلمن أنا راح أبيعن قلت له هذا الشيء بعد بكيفك وراها فترة قلت لك جو مراء اثنين أخذوهم وتفاهموا على السعر وراحوا البنات او همو برنامج مالك اذا مش برنامج مالك اذا نو اختارت كنا هري يعني مجموعش ادعى شهادات نو اختارت كنا هري كيك ايش قلت بل بس نهلا ازو ليلى تشين اجبر هكا يعني نظام عمري ما كيك كوكو وهريك ايش ما دزارو هابون وكهاتين يعني هر وي ابو عزام جزرايق وافردو يعني وي ام هر دو اختار كنو تشتكي قال لك اني خشبو راسي يعني مرتبط برجابي ما يعني تشتكي يعني وقت تشتكي بي قيمه الدنيا ايكي وما نزاني قو حتى وان قو مجموعك يعني درافيكي كيم قو ما هو نذكرين وفوج بالخان المور كريخ خاني كيف نوير أنكرن مالي مثال أنكريخ فان كفرا داري زوري كتكوبو كيدي زيد خانا من الدلال تمام الخمار كريخ أو خورتو كنجيد مبكير وساتورا سرجي كريخ زارو كيد خشي من نبالي غشم بزي داي كيد وان دراني الدار زوريش برسينجي داي كيد وان راكري
طبعا اثر التعذيب بهذا البيت العريق، بيت احد كبار قبائل شمر، شيوخ شمر العجيل، صار مع الاسف يعني مسكن للقيادين الدواعش، ومسكن القيادين الدواعش والسبايا، بيع وشراء السبايا. فابو بدايه التحرير وجدوا، طبعا انا باول ما جو داعش بسنه جيت مريت من المكان هذا مش من الشارع، لقيت حراس سم الباب اسلحه وما اسلحه كاتبين يعني حاطين حراسات على البيت، يعني البيت مبين ما يحطون عليه حراسات الا مهمين جوا، مهمين فعلا 100%. ازو دي ساهفت كاتشك بون الويدر كاتشك دي بربونا قصر دي و هر دي ساب جري و هر هنا قالك جي حال نفسي البان شي بو بوت كاتن الباما فابد كهنا دانا في تشتي يعني تلبر وان دا مربايش نيزا تمربايش ايشاخو اهتمام ندانا في تشتي دليل ما قفلت كرن هتاب شباك تشيكت هيسني او كربونا شباك هذا ودليل بيخو ودحرس البرداليش وسلسل قصريش جا محاولة بازداني نقل از داما يكيش مصر بو زلباوي و هفاليد مجي هرديسا وساوز عاندن ويا مصر ازبرم يلتلح فربو الشش مهال بالمال بشتي شش مهال طياري ليدا طياري قصف كرمر كسر محراب دبون اكيد يعني دي سمح حاولت كان هكا قيد شيء جديد بقى تدبرين هكا هكا يعني زلام اوان قلت بجامعك شيء كيف يعني ميرو او نتشو بقى تتقعرين يعني قريت شتو او ادوسا ام الكسر محراب دبون حتى انا كي بيستو شاري مها دوانزدا دوازار وشاردا ام البيب بندي دبون ترى يعني بشمرقا او نيزين قد بون يعني شنقالو او دبرين او ترصهان تسكيل يعني بقي هنا ما وما خلاص كان بجا مشوار راكر ان برنا موصل رجع الدرس به ايك مع بينج بو 2015 بو يعني حتى ازان ما كاين يجيبو ديسا باس ديسا يعني مجموعة كام أزنهات وامد معي أم قالك ما أبون أم هم الطرام بيلا كرن الباس كرن وأم برن ما جو ونما بنا كدري جو نشغل ويا ويعني أمي وابنا دارك آخر شيء يعني ترامب لدوان وكي مشين مزاني كج داخل عراقي دار كفتنا أم برو سوري برن آخر شيء وكي أم مشين يعني بقري جارة هكا مزاني بايتي برده وتقرتي بون بس محاولة كا بسيطة كا مزاني با كتا بس ما تشغل بردرات كتا مزاني بعمل كي دارينا يعني مثلا هذا جاهد هذه الزيدية يعني أبسط شيء بالموصل جاهدوا البنات الزيدية خذوهم سبايا يحق لهم يعني أي شيء يسوونه بيهم هذول بعد بجهادهم أخذوهم بدمهم هيك شيء فيجي الأمير يجمع اليزيديات البنات يأخذونهم على بيت أشجع واحد ينطونه هدية أول مهاجر ينطونه البنت اللي يريدها هدية وبعدها اللي يريد يشتري يجي يأخذ من البنات يشتري أول اللي كان بالحرب يأخذ هدية يجيبها على البيت أي شيء حقله بيها يسوي بيها يريدها خدامة يريدها جارية عنده يريدها عبدة عنده أي شيء يقدر يسوي أول شيء وقت تدانا يعني مسؤولة مجموعة كاتشكا دابانا مسؤولة كيف نتفروت أنا تقول نوي مسؤولي تبو وزعينا أم دانا مسؤولة كيل بعاجبو تشكر نافيد ما صار ورقان فيسين نفسا قرعة كذا بجم تشتكي
ادگو هچی هاتش داری دوی کشه ورقه ناوی کشو درکت اوی چه بال امیل باعج بون المالکی دا و ساکرن ناوی ملبایی که درکت ادگونه ابو سعید ایش خلقه بغداده بو گونا ابو سعید یعنی گو افات گو سبیه یا ما گوت ما گوت چرا یعنی هونو سات کنو یا ما ناوین وی تشتی بکن ادگو هون سبیه اینا دسته ما دا حتا هون بسلمان نبن اما يعني عادي مقارن وبفروش مو بكرن لانه نتكافرن وساد قلنا ما فوي ابو سعيدي وتحويلا وبوش بغداد رو قلنا جو كرناي تبخره ببيا ويدري لان شر الويدري رابو اسهديه دامه حواله خو يعني نا نفروت اسهديه دامه ده اسوي وقت ازو وبنش كاتش كديبون امرم شجبون الويدري او جهه وسهره كدانه كي یک جیش حوالید می برنه غرفه دا داری چاوه ما و دسته دوی شد کلمچه کرنه الورد البعاج و حتا اختصاب کرنه الوی داره یک آنی نوی ابو عبدالحمید داغستانی بو ازش رو یعنی روسیش روسی هاد بو از داماوی از بایی بوم جی تقریبا سالی که بیتر حتی که باز ندا از بایی بو قلق عدم مدید و قلق لیدان و قلق یعنی هچی تشتی من مواقعان نکر باید اکید یعنی دیم مستمر لیدان تا تما و اکید یعنی اکید صلات یعنی مگرد باید مستمر گوت نما نمی جا خوب بکن قرآن بخوندن حکم انسانی باید یعنی لیدان و المدن حکم گوت باید امنا خوندن دیس المدن یعنی که گوت باید لازم سوری که حفت کن لازم ما حفت کر باید یعنی جبر بو سرما پشتی سالی که از البایو مایم يعني وي فترة هكذا البالي يعني مقالك يخواندي ومقالك مقالك تشت يعني أتعلمي من مخواندي محفظ كل آخر شيء يعني بطريقك أستواصل بوم بمهار بارا وكم باز داي آخر جي وكم جي باز داي رقابو ودعي رقاق قلك نخوش بو حتى قلت يعني صداء أطبقى قوي تقه يعني عالم همش خطوصة حتى مدنية وداعش همو رافين يعني داخل الرقا يعني شون يعني محل كرن يعني سر جهد بلند بكافن آخر شي يعني أمجي شمالي خدار كافتن بلي هكا مشمالي خدار كافن ديسة مهربك يعني عبدالله شريم مهربك شان دبامي محاولة كير يعني قال لي جرى محاولة كير يعني أزباز بدم بشتي هيك ما أوتر سوها مدتي راسي مقو أزباز نادم يعني مقو في تاقي وزاراش مقود كنو مقو أزن كار مقو في تاقي زقرت مي مقو جن آخر شي دي سجارة أو مهرب هات توي منطقة أستدى هات يعني أو جنارت مين تها تباوان ويعني محاولة كير مرة ببايفن تام خلاص كان آخر شي مقو بس بشرطي كيبتني أزيب ورقيم جرا دي مقو ياك مرنب بو أزابتني بو از گلک ترسام و گلک ترسام دید مگه بتاقی از باس ندم یعنی یعنی قیشکه که یعنی جنی کش ادخو و نمرا بشینه تا یعنی از مرتاح مزام بکای کم رای و اسنا ترسم آخر شی وان گو بلا او قنعی بهور نکر تلفون داما ام پاییوین الویدره دا ام مکتبا نیچیر وان را ام پاییوین و يعني ما بهور كربشتي ما صوتا وان كرين ام برنا باخوا الخيف كادبون الرخا قندق بو والتلحفر بو قول لي ماريا تشتكي سابو التلحفر الويدري بون السر بيزو وزراعتي وان بون قلنا ما قو ايفاري امي بوربن ومي دركبنش ويدري ام تشونا باوان الخيف كادا ام ايفاري ساعة هف دركتن مش ام هجده نفر بون لان سه دیب مارا بونش کچکت از بیا ام درکتن ساعت هفته ایواریم درکتن مش و تاریبو حتی یعنی بلوزه کی ایملوان کرناتا تلتبه لان خویات کر اجبر روحن کای جمن نبینن و سا هر طیاره راسری ما بو یعنی هر اوجه یعنی حمایت بش مارا ام ساعت دوانستا ایبشه بگهشنا آوه داره کردستان طان هو او کست هاتین رزگار کردن 3545 کس ات هاتین رزگار کردن 84 صده جوان کس ات هاتین رزگار کردن ریان ویسینگ هاما ات هاتین رزگار کردن به گمان بطریا هر بطریا وان
ابري جدا جدا هاتينا رزگار كرن قالك حساب ما كاركريا حط هاتينا رزگار كرنا داعش دو وقت دا بازار تایبت فکرن بازار نخاست گوتنه یعنی کردی ان بجینه هرزان بازار الويرت اتفروتن چندین جیاجی او بازار هوینه خلقك پشتي او خلقت کری او کست هاتینا گرتن یعنی هاتینا کرن فروتن سرتا تکرن الوان بازار دا پشتي هاتنا کرین بجا ما خلقك هبو الدوچون سروانت کرو او تحت نرزگار کردن به گمان پارا به تریوان جک پارا که گلک ای مزن حتی آنه هجی دور بره 7 میلیون دلاری ما یه خرج کری پروسید رزگار کرنا روان دید ازدی ولی اخوذو اسلحتهم فا اذا سجدو فلیکون من ورائکم ولتأتی طائفتهم اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ما نعرف يقولون يعني قتلوا يعني بالبداية كانوا يقتلون الدواعش من صار التحرير الجهات الأمنية أخذوا زوجي وإحنا كنا نمشي يعني نتحرر من القديمة فبعدها هو راح جهة واني وبناتي جينا بجهة ويعني هاي من صار تحريري هسه احنا يعني عايشين من العالم اللي يجي يصدق علينا ناكل واللي ما ينطينا يعني هاي المجتمع احنا ما حد يحبنا يقولون انتوا يعني عوائل دواعش ما حد يعني يستلطف بينا وما حد ينطينا يعني قلة يعني حتى يقولوا لي لو ما مرات لين عندي شبس بنات ما نقدر ننطيك لين زوجي داعشي نقول لهم احنا شنو ذنبنا فما قلبهم يعني ما حد يحبنا يعني فد ما رحنا بالمجتمع نعاني حيل يعني من ناحية المادة معنوية يعني كل شيء ماكو لا هواية ولا شيء هسه بناتي ما ثلاثة ما عندهم هويات قالوا ولا سوون تبرئة سويت أنا تبرئة وعد أسوي يعني همين خلع طلاق أريد أخلص من هاي الشغلة لأن يعني حقوقنا كلها راحت بسبب زوجي ما ظل لنا أي حقوق بالمجتمع من ناحية مواد غذائية من ناحية هواية من ناحية معيشة من ناحية رواتب ما يحق لنا كل شيء يعني انحرمنا من يعني أبسط حق لي والبناتي حرمنا من كل شيء هسر مدحات الرجاء رستاري دي ساسر مدحات الرجاء رستاري عن الزعن أسبع في جماعة سر كتكوب وكذا زيب خضلال نبيرو كويري ملوارا هلاي نلمالا من الفي دنيا خورتي دي زيد يا حي مالا من العشي كتيرو تفيلا خوري عن الزان ازبا في جماع سر كتشكو بوكي دي زيد خانا خوادلال نتاليا ويسيرا عن الزان ازبا في جماع سر العشي البرسات رمائي او كلامه تالي وزيوا فيما سر قندي كوچو خلق الدستي دج من دابي ما فرمائي هو بلا وزن ميني